يا شفشاون، اكثر مدينه تقدر تحس فيها بالراحه. شفشاون ولا المدينه الزرقاء، مدينه في شمال المغرب، من اكثر المدن السياحيه اللي الاسم ديالها الاصلي الشاون، اللي هي قرون بالامازيغيه، واللي تاسست سنه 1471 على يد علي بن رشيد، وكانت بمثابه قلعه ضد الاستعمار. هنا الدراري كما تشوفوا الدار هنايا، يا فين تمثل المسلسل ديال لالا من هنا، لا كنتو تعقلوا على المسلسل داز شحال هادي. واش الدراري، معكم صالحي فلوق جديد، وقبل ما نبداو فلوق نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا مرتاحين وانتم تتفرجوا في هذا الفلوق، نتمنى انكم تكونوا تدوزوا احسن نهار. صبتوني الدراري دابا يلا ساليت لكم فلوق اللي فات، الفلوق اللي قبل من هذا الفلوق اللي غتكون واشتو، ودابا غنبدا لكم فلوق جديد باش تعرفوا الدراري المعاناه ديال لي فلوغر تيسالي فلوق شي بدا فلوق جديد. المهم الدراري، غدا ان شاء الله غنتحركوا لمدينه جديده، ما نقولش لكم هذه المدينه حتى الغدا ونكتشفوها، حتى الغدا ونشوفوها كاملين. ضروري شويه ديال لو سيسبانس، لو سيسبانس الدراري فكرتني غير فواحد الدراري كان تيقرا معايا هذا العام. ديديكاس لك الصاد لك شي تشوف هذا الفلوق راك عارف راسك، وكاع الدراري اللي قراو معايا غير عارفوا شكون هذا اللي تيقول بزاف لو سيسبانس. المهم العشران دوزنا ايامات زوينين هنايا، فلوقينا لكم بزاف هنايا، دوزنا 10 ايام هنايا في الشمال، واخا شي ايام ما فلوقيتش لكم سمحوا لي بزاف، علاش ما فلوقيتش لكم؟ نقدر هذوك الايام نكون شي غير هنايا نيش مارتين، ما تنبغيش الدراري نعاود لكم نفس الحاجه اللي صورت لكم، ديما تنبغي نصور لكم شي حاجه جديده، والحمد لله ديما تنصوروا الحوايج جداد. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna. المهم العشران يلا جيت دابا للمدينه اللي بغيت نجي ليها، هادي تقريبا العشرة، يلا بدات تتبان الشمس كما تشوفوا، باقي الجو شويه بارد الحمد لله. المهم الدراري باقي ما قلتش لكم سميه المدينه اللي جينا لها، ولاني من خلال داكشي اللي صورنا الناس اللي فايت جاوا لهنايا غيعرفوا هذه المدينه الدراري. المهم الدراري غنزيد نعطيكم دو زاندي صافي، الا ما عرفتوهاش غنقول لكم السميه ديال هذه المدينه. هذه المدينه الدراري معروفه باللون الزرق، كاع الديور مصبوغين بالزرق، ومعروفه بالسياح، تيجيو لها الدراري السياح بزاف، كما دابا تنسمعوا واحد المرشد سياحي تيشرح للناس باللغه الايطاليه. صافي الدراري خاصكم تعرفوا ولا ما عرفتوهاش، راه هي مدينه ديال شفشاون. مرحبا بكم الدراري في المدينه الزرقاء، واول بلاصه ان شاء الله غنشوفوها هي راس الماء كما تشوفوا هنايا، زاهيه داير بصح الماء كاين في كاع البلايص. غنعطيو الدراري نشوفوا البلاصه كيفاش دايره ونصوروا لكم. وهنا الدراري البلاصه معروفه بالكور، هنايا كاينين بزاف، ضروري نصوروا لكم مع شي اوروبيين اللي صناهم، نشطوا معاهم نضحكوا معاهم كيف ديما الدراري زاهين في لي فلوغ. هاني هاني صوركم تلاقينا بالدراري هنايا، انتوما غاديين راس الماء؟ راس الماء خويا شي عومه هنايا ان شاء الله ان شاء الله. المهم الدراري هادي هي الهبطه راس الماء كما تشوفوا، غنزلوا دابا نضربوا شي دوره لتحت، كاين الماء بزاف هنايا الدراري، الماء بارتو هنايا، الا صبنا الدراري الناس تيعوموا ضروري نضربوا شي عومه حنايا، باقي ما قنعناش من العوم واخا عامنا بزاف في البحر، هانيا نزيدوا نعوموا عاوتاني هنا، حقاش اخر مره كتجيت هنايا كانوا الناس تيعوموا. ها انتوما الدراري كما تشوفوا هنايا كاين الماء، واقيلا هذاك النهار الدراري فاش جيت صرت الناس تيعوموا ليه. واحد الطليعه الدراري كاينه تماك، والماء بارد بزاف الدراري دابا. هنايا البلاصه كاين فين تقدر تجلس هنايا، كاينين كراسي وطبالي تقدر تجلس هنايا تتغدى ولا تفطر، والماء كما قلت لكم الدراري بارد بزاف، واخا يكون الماء والله يمنعوا ما الدراري الماء بارد. الدراري تقدر تجي تفلوغي فيهم هي مراكش وتابعه شفشاون، علاش الدراري؟ حقاش البلايص فيهم اماكن واعرين، داكشي علاش تيختارهم السياح الوجهه الاساسيه اللي تيجيو يشوفوها. باش تعرفوا الدراري ان الماء بارد بزاف في هذيك البلاصه، تيشدوا الكانيطات الدراري والليمون باش يعصروا الليمون، تيكبوا عليه غير الماء وتيولي بارد. المهم الدراري جينا دابا نتسركلوا هنا في الزناقه الزرقين كما تشوفوا، اللي تعطي واحد الديكور زوين للمدينه. شوفوا الدراري الزناقه كيفاش دايره هنا، كامله مصبوغه بالزرق، ما تكرهش الدراري تسكن غير هنا، راحه البال بيس، ما تصنت لا الصداع ديال المدينه لا والو. هنايا الدراري تيشبعوا هذوك الاتواج كما تشوفوا هنايا، هذوك البلاغي وداك الشيء التقليدي بحالهم الدراري كنا صنا في اصيله، تيشبعوا حتى لي بورت كلي وداك اللباس هنايا ديال الناس الشمال. المهم الدراري يلا خرجنا دابا من دوك الزناقي الزرقين كما تشوفوا، جينا لهاد الساحه اللي سميتها انا اوطا حمام، تتبقى خارج من دوك الزناقي تتجي لهاد البلاصه انا الزوين. دابا عجبني هنايا واحد البلان، تيقول لك الدراري بغيتي تصور مع البيغوكي تعطيهم 10 دراهم وتصور معاهم، غنمشيو الدراري نشوفوا دابا كيفاش غايجيو دوك التصاور، انا ما نتصورش الدراري غندير لكم فيديو وغندخلو في الفلوج، نتسناو الدراري النوبه هذا باش غنشوفوا هاد البلان كيفاش داير. الشوكو خاص تحيدو؟ اخليها اخليها.
ماشي يهدرش لولا ما حيد كاسكيطه ديرو هنايا دابا طيب واحد شويه صافي بارك شكرا بس خلص سيدي سي اسمح لي سيش ما خلصتوش الدراري هكش باه الحقو نزيد هذا باش قال لي واش خلص يعني اعطيتو كيما شفتو الدراري بيروكي حطينا هنايا وحطينا هنايا هنايا الدراري كاين واحد البلاصه سميتها القصابه هنايا لداخل دايره بحال الجرده واقيلا تقريبا بحال ديك البلان ديال اللودايه اللي كاين في الرباط هنا الا بغيت تدخل الدراري خاصك تخلص 10 دراهم واقيلا ما عرفتش المهم هنايا البلاصه بالفلوس بعدا اكثر حاجه كتميز بها مدينه شفشاون هي الزناق الزرقين اللي كيعطيو واحد الجماليه للمدينه من بين الاحياء اللي كاينين في هذه المدينه حي الاندلس حي السويقه من بعراس الماء ولاليز باقه طويله من احسن البلايص اللي كاينين في شفشاون هي ساحه اوطا حمام اللي كتبلغ المساحه ديالها 3000 متر كاري واللي كتعتبر وسط المدينه بحيث ان كل الطرق تؤدي اليها هاد الساحه دارت في البدايه باش تكون سوق اسبوعي وتغيرت الوظيفه ديالها لوظيفه سياحيه حيث انها كتوفر على قهاوي زوينين ونافوره في وسط ديالها فاش كتبدا الدوره الدراري هنايا فحال هاد البلايص يجيب لك الله بانك كدور غير في اوروبا علاش حقاش هاد البلايص هنايا بانينهم على الشكل باش كيبنيو الاوروبيين وشنو عاد ثاني كيخليك تحب انك في اوروبا هما الناس هنايا الاكثريه ديال الناس هنايا من اوروبا واكثر دوله كاينه هنايا هما السبليونيين هنايا تسمى غير اللغه السبليونيه تدقدق هنايا والله كوميستاي غنرجعوا الدراري من واحد الزناقي اخرين كما تشوفوا هادو هما زناقي زرقين هادو هما اللي تيميزو مدينة شفشاون كما قلت لكم هنايا الدراري كيما تشوفوا الدار هنايا هي فين تمثل المسلسل ديال لالا منانا الا كنتو تعقلوا على المسلسل داز شحال هادي هنايا الناس تيتصوروا بداك اللباس ديال الشمال واقيلا بشي 10 درهم هنايا باش يتصوروا تلبس اللباس ديالك تطلع تضرب تصاور تما كيما تشوفوا هنايا الدريات بزاف تصوروا راهم كيما تشوفوا الدراري هنايا كاينه واحد الفيو اخر هنايا اللي واعره بزاف هادي هي راس الماء هنايا فين كنا هبطنا تما تما كاين الماء هادي اول بلاصه مشينا لها هادو الدراري هما لي زوطيل اللي كاينين هنايا كيما تشوفوهم دي زوطيل لي سامبل ولكن تيجيو ليهم بنادم بزاف اكثر تيجيو ليهم الكور يا شفشاون يا نوارا يا حبيبة يا نهارا يا شفشاون يا نوارا يا حبيبة يا نهارا لي غارة لي غارة برواحنا نفديك والله لينا شهاد مولاي علي بن راشد والسيدة من بعد شدينا طريق طويل المولاي يعقوب مرحبا بكم الدراري في مولاي يعقوب من بعد شفشاون جينا هاد البلاصه هنايا اللي متميزه بزاف بالحمامات ومعروفه غير بالحمامات المهم الدراري كما تشوفوا دابا انا لابس طاقيه هنايا وضارب السيرفات حقاش الا ضربت واحد التحميمه 5-5 فهاد الحمام اللي كاين هنايا الدراري الناس اللي فايتين جاوا هنايا غيكونوا عارفين هاد البلاصه مزيان حيت الدراري الوسخ ديال كاع البحوره اللي مشيت ليهم كاع البحوره ديال الشمال حيت الوسخ الدراري ديال الرمله حيت الوسخ ديال الملحه فهاد الحمام الزوين هنايا مولاي يعقوب مدينه كتبعد على فاس ب 21 كيلومتر للسكان ديالها ما كيتعداش 5000 نسمه احسن حاجه كتميز هذه المدينه هي الحمامات اللي كتخلي الناس يزوروها من كاع مناطق المغرب والماء السخون لدرجه ديال الحراره ديالو كتفوت 50 درجه الناس ديال هذه المدينه كيترسقوا لها من التجاره اللي كيعتمدوا عليها واللي كيبيعوا كل ما يخص الحمام من حوايج اسطوله الى اخره احسن حاجه الدراري تقدر ديرها هي ان مور ما تبحر تضربها بشي تحميمه اللي تحيد بها كاع الوسخ ترجع نقي كيف ما كنتي المهم الدراري كما تشوفوا هاد البلاصه ديال مولاي يعقوب فيها غير الحمامات وفيها شويه الدراري هنايا ديال البنايات وهنا كما تشوفوا هاد البلاصه خاويه هنايا اي لقطه قدر يمشي لنا التليفون ولكن يعني كما تشوفوا هنايا الناس داخله خارجه من الحمام ماشي زقات الحمام الدراري حتى مع الثلاثه ديال الليل ولا مع التالي هذا النهار الثاني في الفلوغ ما كنتش باغي نصور حقاش كنت بغي معين ما بغيتش نشوف شي بلاصه وما نبارطاجيهاش مع الناس اللي عزاز عليا سو قررت نصور لكم دي سلومو ونهضر لكم شويه على هذه المدينه الزوينه تاع ايفلان اللي كتب لي انني نمشي ليها فوقيته ما فيهاش الثلج وان شاء الله نعاود نزوروها في الوقيته ديال الثلج باش نوريكم الاجواء كيفاش تكون في ديك الوقيته هذه المدينه اللي كتشوفوا هي سياحيه وملقبه بسويسرا المغرب حقاش الطريقه ديال البني كتشبه تماما اوروبا والتوفر ديالها الجراد اللي كاينين بارتو في هذه المدينه Thank you.
between the lines. I can see your face sometimes on the other side.